تجددت التظاهرات المطالبة بالخدمات وتوفير فرص العمل وإنهاء الفساد في المحافظات الجنوبية والوسطى، والبداية من البصرة، حيث أفاد مراسلنا باعتصام العشرات من المتظاهرين أمام ديوان محافظة البصرة للمطالبة بالتعيينات والخدمات وتوفير المياه الصالحة للشرب. وقال مراسلنا إن المتظاهرين نظموا اعتصاما مفتوحا أمام المحطة الثامنة النفطية غرب القرنة وآخر قرب موقع البرجسي النفطي غربي البصرة، حيث نصب المتظاهرون عددا من السرادقات مؤكدين استمرارهم بالاعتصام حتى وصول مسؤول محلي لاستلام مطالبهم. وجرت التظاهرات والاعتصامات وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أكد قائد شرطة البصرة أن الأوضاع الأمنية مسيطر عليها بشكل تام.